النصر السعودي والشرطة العراقي، وطبعا الهلال السعودي والشباب السعودي، طبعا دور نصف النهائي بطولة الملك سلمان. طبعا بطولة كانت قوية جدا، بطولة حلوة جدا، اعداد قوي جدا للفرق العربية كلها الافريقية والعربية. شفنا مستويات كتيرة مختلفة، شفنا كمان فوائدها ان الفرق بتعمل اعداد قوي ليها جدا، بتشوف صفقاتها، بتشوف محترفيها، بتشوف تجانس اللعيبة مع بعضها، المدربين بيشوفوا خططهم. بطولة مهمة جدا جدا جدا، ده غير الارباح المادية اللي هيفوزوا بيها، ده غير كمان التشريفهم والتشريف الكبير ان هي بتحمل اسم الملك سلمان. طبعا هنتكلم النهاردة في الفيديو ده عن نصف النهائي، وهل ماتش الشرطة والنصر محسوم بالنسبة للنصر، وماتش الهلال هل موضوع الهلال والشباب برضو محسوم، وهل هنشوف فائز بالبطولة سعودي يكون احد الاندية السعودية، وغالبا ما يكون النهائي سعودي، ده وجهة نظري. وهنتكلم في كل حاجة. بس طبعا الناس اللي ما شافتش الفيديو اللي فات، عملت فيديو عن النصر وطبعا ليه فاز على الرجاء 3-1، فياريت تشوفوه. كان في كلام كتير قوي عن النصر وحاجات هتفيدكم كتير جدا في نقاط مهمة يمكن ما سمعتوهاش في اي مكان. فدلوقتي هنبدأ الفيديو ان شاء الله، بس نروح الانترو. بس قبل ما نروح، رجاء اللايك والشير والكومنت، ونروح الانترو ونرجع لكم تاني. طبعا بعد ما رجعنا لكم الانترو، طبعا النصف النهائي كأس الملك سلمان البطولة العربية الأندية العربية. طبعا بداية النصر والشرطة، النصر السعودي فرقة شرسة جدا 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 السنة دي، لكن يمكن عندهم مشكلة كبيرة جدا، وده دايما انا بقولها، قلبي الدفاع ما بين لجامي وما بين طبعا ماضو. يا جماعة لعيب بطيء مع لجامي قلب الدفاع، يمكن انا شايف في مشكلة كبيرة بتواجه طبعا النصر السعودي. لكن على المستوى الهجومي فرقة رهيبة طبعا، انت بتتكلم في تاليسكا، بتتكلم طبعا في كريستيانو رونالدو، احد اهم الاساطير والاساطير اللي مش موجودة وما بنشوفهاش تاني يا جماعة، اسطورة لن تتكرر كريستيانو رونالدو. وطبعا اللعيب الكبير اللي عامل بطولة قوية جدا طبعا بروزوفيتش وماني، عندهم جبهات قوية جدا، عندهم رباعي نار النار النار، فرقة تقيلة على المستوى التكتيكي في المرتدات، لعيبة تحمل، عندها اللعيبة اللي تقدر تقف على الكورة وتقدر تسطع الفارق، لعيبة تقدر تشوت، لعيبة تقدر تعمل دريبلينج وتدخل نص ملعب الشرطة. الشرطة فرقة قوية، فرقة منظمة، فرقة بتلعب المرتدات حلوة قوي، وممكن تسبب مشاكل للنصر، ولو خطفت هتسبب مشكلة كبيرة جدا للنصر، لأن عندهم سرعات وعندهم لعيبة كبيرة ولعيبة بتصنع الفرق، وعندهم حارس مرمى قوي جدا. النصر زي ما بنقول، عندك تاليسكا يمين، عندك طبعا بروزوفيتش، عندك ماني، قدامهم النجم الكبير كريستيانو رونالدو. طبعا بتتكلم في كمان في مين؟ فوفانا اللي عامل جيم عالي جدا جدا جدا، والخبيري في نص الملعب الدفاعي، هو بيلعب 4-2-3-1، مدرب طبعا النصر، بيلعب طبعا النجم سلطان الغنام اللي فايق جدا الفتره اللي فاتت وعامل بطوله حلوه قوي. بدانا نشوف سلطان الغنام بيوصل لمربع العمليات، بدانا نشوف انه في جبهه قويه بيلعبها مع تاليسكا بيضم للداخل، يفتح هو سلطان الغنام، فعاملين جبهه قويه جدا. سلطان الغنام فايق، وطبعا عندك تيليس اللي عامل جيم عالي جدا دفاعيا وهجوميا، والاجمل ان مدرب النصر بقى عارف مين هي البدايل، دك البدلاء مين، ومين اللي يطلع ومين اللي ينزل، يعني تيليس يطلع ينزل كونان، طبعا ماني يطلع ينزل غريب، عنده جبهات وعنده لعيبه بدايل ودك البدلاء. واهم حاجه في النصر حاليا انه بدا يبص لدك البدلاء، لكن انا لسه عند رايي ان النصر محتاج قلب دفاع قوي وسريع مع لجامي جنب بديلا لماضو. ماضو لعيب كبير، لكن انت محتاج، انا ما بحبش اقطع في حد وما بحبش اطلع اتكلم على حد يا جماعه، بس قلبي الدفاع دي مشكله كبيره بتواجه النصر. النصر لو عنده 2 قلبي دفاع جامدين بدنيا وسرعات وبدنيا عاليين وسرعه وتوقيت ومهارات، اعتقد ان النصر هيبقى رهيب، وما عندوش، انا اقدر اقول نقطه ضعف السنه دي، كل حاجه نقطه ضعفك انك اذا انت مش مركز ومش في الفورمه اقول لك اه. فطبعا النهارده توقعاتكم للماتش، انا بقول الشرطه العراقي فرقه طبعا بتلعب
كوره جماعيه جدا يا جماعه. وشفنا الشرطه العراقيه عندهم اسامي يمكن بيلعبوا المرتدات من اليوسف، وطبعا عندهم صباح ده في نص الملعب لعيب الوينج رايت ده لعيب جامد جدا، وبوبكر ونيانج وفرحان دول اربعه نص ملعب جامدين جدا، فرحان ونيانج وطبعا بوبكر عاملين جيم عالي جدا مع الشرطه العراقيه في نص الملعب، يعني دي رمانه الميزان، يقطع وعلى طول على المرتدات باص لليوسف والمواس، عندهم المواس دي اتنين رؤوس حربه سرعه جدا جدا جدا، لكن اقدر اقول لك وعندهم حارس مرمى باسل دوت حارس مرمى قوي جدا، فالشرطه العراقي فرقه مش سهله، فرقه مش سهله. فتوقعاتكم لمباراه النصر والشرطه العراقي، مباراتكم هل المباراه محسومه للنصر؟ هل الشرطه العراقي هيكمل مفاجاته بعد فوزه على السد؟ يعني السد ده فاز على الهلال السعودي اربعه، ومع ذلك الشرطه طبعا كل ماتش له ظروفه، كل ماتش له ظروفه طبعا، فالشرطه فازت على السد، يعني السد من الفرقه الثقيله اكرم عفيف وهساوي الاسامي الكبيره اللي عندهم، ان الشرطه تفوز عليهم بالشكل ده وبالسكور العالي ده وبالطريقه دي والمرتدات دي والاتقان ده، معناه ان فرقه، ومعنى فرقه ان هي توصل لنصف النهائي لازم تحترم، واحترامك للخصم هو سر فوزك عليه، اذا ما احترمتش خصمك بتخسر. فانا بقول اهو المباراه مش سهله للفرقتين، المباراه في الملعب، لكن انا لو برشح اكيد برشح النصر ان يوصل للمباراه النهائيه. فاسمع ترشيحاتكم، فقولوا ترشيحاتكم من سيصعد للمباراه النهائيه من النصر والشرطه العراقي. انا بقول توقعي النصر السعودي. نروح للمباراه الثانيه، طبعا المباراه الكبيره جدا، طبعا انت بتتكلم على الهلال والشباب، طبعا انت بتتكلم على الهلال الكوكبة الرهيبة من اللاعبين، بس الى الان ما شفتش التجانس اللي يشدك. انا معاك في الشكل الهجومي، دفاعيا الهلال استقبل اكتر من هدف في هذه البطولة، يعني في احد المباريات اربعة يا جماعة ووصل ويمكن وصل المجموعة ثاني المجموعة، وكان يعني كاب قوسين او ادنى انه ممكن ما يوصلش، لكن الفكرة ان الهلال فرقة تقيلة وفرقة بتلعب على بطولات، الموج الازرق فرقة كبيرة وتاريخه مليانة نجوم. طبعا لو اتكلمنا على نجوم الهلال، طبعا اوعى تنسى انا بقوله يعني دي اهم حاجة، مالكم راس الحربة الجديد جامد جدا جدا جدا، هنروح طبعا لمين تاني؟ روح عندك سافيتش، عندك نيفيز، عندك انا الداهية، الداهية وبقول عليه الداهية الكبيرة اللي عندهم ميشائيل دلجادو، ميشائيل دلجادو انا بقول مكسب للكرة السعودية، وعلى فكرة دوره وتأثيره أكتر من اللعيبة المحترفين اللي جايين جداد، لأنه لعيب لا ما شاء الله لا يكل ولا يمل، لعيب سريع، لعيب ما تعرفش بيلعب ازاي، ما تعرفش بيضم بيك ازاي، رأسك اللي جوه لبره، بيلعب على الخط، بيلعب على في الشمال، يلعب في اليمين، فمشعل دلجادو لعيب ممتع ولعيب هيبقى متعب جدا للشباب السعودي. الشباب السعودي فرقه وصلت بتكتيك، يمكن دفاعهم حلو ما بيدخلش فيهم اهداف، لكن فرقه انا بقول منظمه، فرقه بتعرف تاخد اللي هي عايزاه من البطوله، بتعرف توصل، شفنا قدام الزمالك ازاي خطف والماتش كمان قدام الوحده، لكن ككوره عندهم طبعا بنيجا النجم اللي احنا طبعا ما ننساهوش، بنيجا اللي عامل شغل عالي جدا طبعا، وقلنا يا جماعه مين تاني؟ وكورنادو وكويلار وطبعا سوري قلنا بنيجا وكويلار وشرحيلي والقحطاني، ويمكن ما عندهمش طبعا، وتنبكتي اللي عامل جيم عالي قوي يا جماعه، تنبكتي ده لعيب من المدافعين اللي جامدين قوي في البطوله، يعني هم عندهم طبعا كويلار لعيب جامد جدا جدا جدا، وبنيجا ده الاساس بتاعهم، وعندهم الموساوي وشرحيلي، وفي لعيب انا بقوله تنبكتي ده يا جماعه من اجمل اللعيبه في البطوله، مدافع عالمي. فالشباب فرقه بتعرف ايه؟ بتعرف توصل وتكسب الماتش ازاي؟ دفاع كويس جدا وممكن يخطفوا، لكن ما عندهمش قوه هجوميه بنفس قوه هجوميه الهلال، الهلال فرقه تقيله، عندك قلنا يا جماعه عندك سافيتش، عندك نيفيز، عندك مالكم، عندك طبعا كوليبالي كمدافع، عندك سالم الدوسري، ناصر الدوسري، عندك سعود عبد الحميد، جمع فرقه مليانه نجوم، عندك الشهراني طبعا فرقه جامده جدا جدا جدا، وفرقه على المستوى الهجومي قويه جدا جدا جدا. فتوقعاتكم لمباراه الشباب ومباراه الهلال، من سيصل للنهائي؟ من سيصل للمباراه النهائيه؟ انا بقول الهلال، توقعي الهلال، وتوقع الهلال والنصر في النهائي، وهقول لكم مين برضو اللي هيكسب في النهائي ما بين النصر والهلال.
انا بقول اهو يعني بتوقع ده كل حاجه توقعات، واسمع رايكم وتوقعاتكم. من هم طرفي المباراه النهائيه في بطوله كاس الملك سلمان؟ هل الهلال هيفوز على الشباب ولا الشباب اللي هيفوز، ولا النصر والشرطه العراقي؟ النصر حسب الموضوع، ولا الشرطه العراقي هيعمل مفاجاه ويكمل؟ اذا عجبك الفيديو لايك وشير كومنت. سلام عليكم.